بعد خروج اثنين من الكبار هما ميلان الإيطالي وفالنسيا الإسباني، تسعى بقية الفرق المشاركة في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتجاوز مرحلة الدور الثمن النهائي بأحلام مشروعة في المنافسة على اللقب. وقد ارتفعت حدود الفرق الأخرى في مواصلة المنافسة حتى النهاية، كباريس سان جيرمان الفرنسي وفيردر بريمن وهامبورغ الألمانيين وزينيت سان بطرسبورغ الروسي حامل اللقب. ويسعى فيردر بريمن إلى متابعة نتائجه الجيدة في هذه البطولة عندما يستضيف سان تيتيان الفرنسي آمنا في إحراز لقبها، خصوصا أنه بعيد جدا عن المراكز الأولى في ترتيب الدور المحلي. وواجه فيردر بريمن الاختبار الأصعب في هذه المسابقة حين تقابل مع ميلان الإيطالي فتعادل معه بهدف لمثله في ألمانيا قبل أن يفرض عليه تعادلا آخر بهدفين لمثلهما في ميلانو ليحجز بطاقته إلى الثمن النهائي. أما سان تيتيان الفرنسي فنجح في المرحلة السابقة في إقصاء أولمبياكوس اليوناني بفوزه عليه بثلاثة أهداف لهدف ذهابا وبهدفين لهدف إيابا. كما سيحاول باريس سان جيرمان الفرنسي محاولة سعيه الوصول إلى أدوار متقدمة أكثر وإحراز اللقب إذا أمكن ليتوج عروضه القوية هذا الموسم. أما مانشستر سيتي ممثل إنجلترا الوحيد في البطولة بعد خروج أستون فيلا وتوتنهام من الدور الثالث فيخوض اختبارا دنماركيا ثانيا بمواجهة ألبورغ، علما بأنه قد تخطى كوبنهاغن في الدور السابق بتعادله معه بهدفين لمثلهما ذهابا وفوزه عليه بهدفين لهدف إيابا. ويواصل زينيت سان بطرسبورغ الروسي حامل اللقب حملة الدفاع عن لقبه عندما يواجه أودينيز الإيطالي بعد أن تخطى عقبة شوتغارت الألماني في الدور السابق بفوزه عليه ذهابا وإيابا بهدفين لهدف.